الحمد لله شباب تيارات كما يقول لك ايكيب ان شاء الله تستاهل باش تكون في المرتبه الاولى وعندها ان بون ايكيب. حنا هاد السيمانه خدمنا وما يخفاش عليك كاين خمسه بليسير اللي اثروا على المباراه بزاف، كما ما نخفاش عليك كما يقول لك شباب التيارات حطوا بوله اللي حنا شغل ما طونكي ناس بارتيا، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح ان شاء الله يا ربي. مباراه ما كانت سهله، كانت صعيبه شويه، وان حضرنا هذه لاسومان حضرنا بها الحمد لله يا ربي، كانوا لي جوار كانوا رجاله الحمد لله يا ربي. كما يقول لك حنايا نلعبوا على الاكسيسي وحنا نخدموا مات بار مات، الحمد لله درنا تعليمات تاع المدرب ولي جوار كانوا واقفين. مازلنا ماتش صعيب تاع ترجي مستقر، رانا باش نبريبارو هذه لاسومان. كما يقول لك حنا لي جوار رانا قد المسؤوليه، نشكر الشعب هذا اللي كان واقف معنا دير 90 دقيقه، الشعب هذا لازم نفرحوه، هذا الشعب يستاهل باش يكون في نصنا الان ان شاء الله. حنا كما يقول لك حنا الهدف تاعنا باش نطلعوا للقسم الاول، ماشي صعيبه وماشي سهله، مي الحمد لله رانا نبريبارو مات بار مات وان شاء الله فيها خير. يعني نعود لمجريات اللقاء، اولا يعني الفريق يعني فريق شباب التيارت ما لعبش بخمسه لاعبين، يعني كانوا عندها غيابات خمس لاعبين، احنا كان عندنا ثاني ست لاعبين اساسيين ما لعبوش، تشكيله جديده لوداد الفريق. نظن يعني عاود مجريات اللقاء نشوفوا باللي فريق التيارت يعني يستاهل هذه النتيجه، كان يقدر يفوز باكثر من في هذه النتيجه. بدايه المرحله الاولى كنا متمركزين احسن، كان عندنا تمركز احسن، مع خطا فردي اعطيناهم ذاك الهدف، بعد هذاك الهدف ما عرفناش كيفاش نسيروا، وقعد ضغط على اللاعبين، يعني ما قدمناش الشيء المطلوب باش نحققوا نتيجه. نظن فريق شباب التيارت يعني عنده تركيبه بشريه، حتى في ظل الغيابات كان عنده لاعبين يعني احتياطيين نعرفهم يعني في المستوى، قدموا مقابله ممتازه، يستاهلوا باش يدوا هاد النقاط. المهم في الاخير يعني نقول شباب التيار يعني فريق ممتاز، نشكر الجمهور، نشكر الاستقبال اللي كان ممتاز، الجمهور يستاهل باش يلعب في القسم الاول، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله والنجاح. مركزين جيدا في المقابله، كانوا عندنا عده فرص سجلنا من فرص هدفين، نظن اللاعبين كانوا مركزين جيدا، وما نساوش حتى في الشوط الثاني لعبنا وسجلنا الهدف الثالث، نظن العلامه الكبيره للاعبين وحتى العلامه الجد الكبيره للجمهور تاعنا الحباش اللي راه يساند الفريق تاعنا ونشكروه جزيل الشكر على هذا التحفيز المعنوي اللي راه عاطيه لنا. نظن المقابله اللي لعبناها اليوم تخلينا نحضروا المقابله المقبله ان شاء الله تاع مست غانم، ان شاء الله نكونوا جاهزين من كل الجوانب باش نفوزوا بالمقابله ان شاء الله. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.